بسم الله. السلام عليكم اخوتي، كنبغيو التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج، كنبغيو لها تحيه حاره من هذا المنبر هذا، كنبغيو التحيه ديالنا لجميع العرب والمسلمين اللي كيشهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله، كنبغيو التحيه ديالنا من هذا المنبر هذا. والقصه ديالنا اخوتي حنا فات وعاودنا لكم بلا ما نقول لكم لا صعيبه لا عويصه لا معقده لا والو، قصه ديالنا اجتماعيين اللي كيعيشوا من البشر كامل في هذه الحياه وفي هذه الدنيا، ولا اي واحد يقدر يطيح في هذا المشكل اللي غادي نعاود لكم عليه، علاش مشكل عادي وبسيط واخا كيكون نوع خطير ديك الخطوره ديالو كاينه عا بعد بحال اللي كنقولوا هذه حرام هذه حلال عا بحال هيداك، هذا هو المشكل اللي كاين وكيكون بنادم واحد بنادم بالعربيه ما خصناش يعمل ديك الحاجه وكيعملها، كيكون شي انسان كنقولوا علاش عمل هذيك وهذيك ماشي ديالو ولا ماشي كذا. هذه هي القصه ديالنا اليوم اخوتي، وتبعوا معنا حتى الاخر مع محمد ضويف، وعمل ابوني وعمل جيم وكتب كومونتير مزيان، حنا كنشوفوا ديك الشيء هذاك، وتعاون مع خاك على حساب ياس. القصه ديالنا صارنا تعيشوا الحياه شنو كيوقع فيها على حساب ياس. غادي نبين لكم واحد السيد جا بحالو من اوروبا باقي صغير، دبر على راسو كول راسو كدا، وهادية جا المخلطة مطاع في العالم، وانت كتعرف الناس ديال الجالية ملي كيدخل المغرب، دخل المغرب صناع مسكين مشروع ديالو كدا وهادي باش يشوف شي حاجة، اتزوج هنايا كدا وهادي عمل مطعم، عمل مطعم هنا في المغرب وبدا كيبرويتشر. انسان ماشي باقي صغير، كبير وما كبير على الله سبحانه عز وجل، انت كتعرف السيد دا كيحرك راسو هنايا وكدا وهادي، معضرب الغربه بزاف، وقول في العمر ديالو تقريبا شي كدا وخمسين سنه تقريبا ستين سنه، وتزوج هنا في المغرب ودار وليدات ديالو، دار واحد جوج بنيات صغاري، وبقى ماشي في العمل ديالو مبلي مسكين، تا هو ملي كتوصل ديك الصيفيه مبلي بالبحار ومبلي بالحياه ومبلي بكذا، والمراه عاود عندها تقريبا ديك 30 سنه ولا كدا و 30، مع هو عنده كدا و 50، هي عندها شي كدا و 30 سنه هيداك، ولدت مع جوج بنيتها صغارين باقين صغار، باقين ما كيتحركوش عايده وصافي، قول جوج بنيتات وصافي صغارين، وماشي في العمل ديالو، انت كتعرف بنادم مدوز اوروبا ومدوز هادي ومدوز العذاب والمحان ومكارفص وكيعرف بحق الحاجه، هو في ديك المطعم انت كتعرف مطعم وكدا، كل ساعه كيجي بنادم خصو خديمه خصو هادي، كل واحد واحد النهار غادي نقول لكم اخوتي، دخلت واحد البنت وديك البنت كطلب خدمه وكتعرف تعمل بزاف ديال الاشياء ديال المطعم وكدا وهادي، وقريه وعندها حتى تكوين في الطبخ وبزاف ديال المسائل، شي واحد يهضر معاها وكدا وهادي، قالت له انا عندي امور كدا وهادي، قال لها ما كاينش شي ملشي هنا شي واحد خدام معاه، قالت له يمكن اللي فيه نجبرو كدا، قال لك يكون هنا في العشيه كيجي، داكشي اللي كاين في العشيه جات ما جبراتوشي، بصح عرف المكاتب حين كتبغي تعدل الحاجه، والبنت جميله باقا صغيره شي 16 عام في عمرها ولا او 17 هيك، هي هذيك تطاحت به كتمشي تجي حتى تلاقاتو، الحمد لله والشكر الله عفوا، تلاقاتو جلست معاه بدات كتهضر معاه وكدا وهادي في الامور ديال الخدمه وديال الطبخ، باقي ما قالاتش واش غنخدمك ولا ما خدمكش، بقات كتحكي له الظروف ديالهم وهادي، اذا الناس محتاجه والظروف شويه قاصحه، الوالدين وعايشه مع والديها، وكانت كتقرا ما كملتش القرايه ديالها، خرجت من الباك وكدا وهادي وكتعاود له وكدا، بقات فيها على حساب انسان جاهل ومكرفص وعارف بحق الحاجه وشنو كيوقع في هذه الحياه بحال هذه، عملت ديك البنت هذا جبره جميله واش غنقول لكم، وكتحكي له هيدا وكدا وهادي، قال لها شحال، قالت له حنا ثلاثه د الخوت، كاين جوج البنات وولد، حتى واحد ما خدام، الوالد ديالي نهار خدام ونهار جالس ونهار كدا، داك الشيء هضر على الوالده ديالها كذلك ومثال، بقى هي هذيك، قال لها من بعد رجع عندي وكدا وهادي، انا غنشوف كيفاش وهادي، قالت له صافي
المهم ديك العائله تابت ديك بنادم واخا كبير باقي من دورو صحيح تبارك الله واخا عنده ديك 57 تقريبا 60 سنه والحق واقف بحال ما عرفتي كيفاش القصه كيفاش غادي نوصفها لكم على حساب ياس مني هضر معاه بديك الحنان وبديك العاطفه يمكن حتى هو وعزت عليه قال لهم بعد رجع عندي مشات في البال ديالنا شي حاجه شنو ما نعرف علاش هاد السيد هذا عندي نجلسوا معاه وعنتناقشوا معاه هو هاد القصه ديالو كش وقع رجعت عندو رجعت عندو كدا وهادي قال لها صافي واخا عملنا في لاكوزين فهمتي عملنا في لاكوزينه جربوها وكدا هادي جبروها كطير جبرها كطير في ديك السياده بدات كتطور الامور وكدا وهادي بدات كتخرج وسط المطعم كتستقبل الكليان كتستقبل كدا كتمكل كتسربي المهم في معمله ولات معاه ولات معاه تما هي واحد السيد واحد السيد كبير والله كبير على الله حتى هو مولا وليدات خدام معاه تما هو اللي كان كيسربي وواحد عنده في الكوزينه وهو بيدو ديك باترون كيطيب كيعجبو يطيب ويعدل ديك الشيء جابو من اوروبا ديك الخبره وكدا هادي بيدو كيدخل الكوزينه ديك الباترون هاديك من المطعم هي هادي بقى كيتلاقى هو وهي في الكوزينه الداخل كيتلاقى في الكوزينه الداخل مع بعضهم كدا هادي الضحك كدا الامور بدات كتطور جات واحد الصيفيه جات واحد الصيفيه ومشى لصعيد دي وليداتو كدا للبحر وكدا هادي دارت الهضره قال لها فلانه قالت لنا قال لنا غادي ندي المرا والعيال للبحر وكدا هادي غنكري تما شي ضرايده شي 10 ايام ولا 15 يوم ولا نشق لك مره مره طلالو هادي وهادي المهم صافي خلاها مطعم هي كتقابل هي كدا كرا ديك الدار في البحر كرا ديك الدار في البحر كدا وهادي هي في مطعم كيطلع هو تما وكدا وهادي واحد الليل واحد العشيه مع بعضهم سالو خدمه شدو المطعم ريقلو كلشي ركبت معاه باش عادي هبط معاه للدار اللي في البحر ركبت معاه في الطونوبير مشاو كيتاودو كيضحكو كدا وهادية شي حاجة بدات بيناتهم بحال كد بدات كدروم عجباها حالة مع هاد الراجل هادا حنين وكدا وهادي وخا كبيبر وهي باقا صغيرة أنا قلتكم ترتدعي عندها ديك 17 فوق شي حاجة عايدة والولد تبارك الله كيفاش عاملة ديك البنت ما نعرف كيفاش وكدا وهادية عامسين في الطونوبير ما نعرف كيفاش بدات الملاغه بدات الضحك كدا هادي حس هو برومو كدرومو كدا هادي ما مشاوش للدار مشاو كيتسايروا في البحر وكدا بديك الطونوبير وكدا هادي ما نعرف كيفاش وقع دخلت بيناتهم العاطفه هو وياها تقهوا في شي موطع وكدا هادي بقاو كيتسايروا بالطونوبير دخلت بيناتهم العاطفه جابها للدار عند مراتو كدا هادي كتعرفها خدامة في المطعم وكدا وهادي البنت باقا صغيرة ما عندهاش مشكلية خرا كبيبر عليها قال عاد شدينا المطعم هبطنا وهادي ايوا باتت معاهم تما في الدار في البحر كدا وهادي مع ولادو باقيين صغارين بزاف هي هاديك باتت معاهم تما كدعاهم في الكوزينة مع المرا كدا وهادي بحال لا ما كاين حتى حاجة وهي صافي هي في العقلية ديالها هذاك هو العمر ديالها صافي ديك لا طارطات معاه وكذا وخدمت معاه في مطعم وكذا وهادي بحال نقولوا ماشي هو بينا فيها هي بينا تافه صافي قيلت معاهم في البحر عاشت عامات طارت كذا هادي باش عطلع بحالة عادي وصلة عادي وصلة عيطلعها وكذا وهادي دارت الهضرة بيناتهم بقات الهضرة كدور بيناتهم بقى كيدخل بيناتهم كلام ديال الحب انا اول مرة شفتك انا اول مرة كذا هو عاود كذلك هو ميتا الهضره بقات كدور طلعوا كدا وهادي بحال الا هي هذيك اخوتي كتعرف حين كتكون الانثى والراجل راجل كبير هي هذيك من عندنا نجوج بهم هدايا بحال نساجمو مشات للدار ديالهم وكدا وهادي ايوا هو في المطعم ديالو وهي تجي كتعرف كيش عامله جات باش نقول لك كملت معاهم ديك العشيه تما في الليل ركبت الطونوبير هو وياها وزادو في عوط عاودو الدار لي في البحر لا كيتكراو السوارات وكذا نتو كتعرفو البحورة كيتكراو السوارات قصد واحد البلاصة أخرى داو الصخاري داو كذا داو كلشي
ايوا قصروا هو وياها وكلاو وشربوا اللي عطى الله عطاه، وقام كل شيء فهمتي، سلمت له راسها وكذا، وهذه ولات ديالو هي بغات، ماشي هو ولا اغتصبها ولا شي حاجه، ولا هذه هي باغيه وباغيه تكون معاه وكذا، وهذه بقى كيتهلا فيها، بقى كيتهلا فيها وكذا، وهذه ما خلى ما كيعمل معاها، خرج لها البيرمي مخباع، ما يعرف حتى واحد لا والديها لا كذا، كيتهلا فيها وهي كتهلا في والديها عام تحت، والخلصه ديالها كيخلصها في الشهر عاود شي حاجه زايده. المهم ولات انسانه من تحت، عشيره ديالو من تحت. ايوا بقات مشى معاه بحال هيدا، بقات مشى معاه بحال هيدا، كتعرف العائله كتزيد عاد، كتزيد عاد زيان وكتزيد عاد كذا، ومني هي عايشه معاه ولات في ديك المطعم في خدامه هي، ولات الكل في الكليه كلشي، حتى ديك الرجال ديك الجوج اللي كانوا خدامين معاه تما بحال حسوا بشي حاجه، العائله تزادت فيها شي حاجه، العائله بدات كتزيد عاد زيان، والالبسات وكذا، وكتشوفو كضرو باترون بزاف، كتمشي معاه بزاف وكذا، بدات الهضره كدور. نتوما كتعرفوا الناس حين كيشوفوا شي واحد مزيان راه ضروري عادي تدور الهضره والشعوذه بيناتهم، وهادي وما عادي يخطيوك شي بالهضره واخا تكون كيما كنت. ايوا هو عايش هو وياها، عايش هو وياها وكذا، هادي كرانا واحد الدويريه، واحد الدار في واحد البلاصه بوحدها، بالاتات ديالها بكلشي ديالها، عاد دلها داك الشيء كامل، ملي كيحتاجوها كيمشي هو وياها ليلا. المهم هي عندها السوارت، هو عنده السوارت في ديك البلاصه سريه، ملي كيحتاجو بعضهم كيمشيو تما، تما كيعيشو تما كيتمتعو تما كدا. المرا ديالو ما عارفه والو، عارفه البنت كتخدم معاه في المطعم، ما كاينش شي حاجه، وبنت جميله وطرانكيله، والعائله ديالها دراوش كتخدم على والديها، قرات ما كملتش القرايه كتخدم على والديها، ما عرفاش اذا هي تربطت في الراجل، الراجل مجوج تربطت فيه هي ولا كذا، ولا عملت شي حاجه، ما كاينش من هادشي هذا. بقاو ماشيين هو وياها بحال هادي، العائله بنت للكرش، دوزت بحال هادا، قال حامله، عندها شي شهرين ولا ثلاث شهور في كرش، شغنعملو هنا، هنا فين معايا يبدا، هو قال غنحيدوه وكذا، وهادي باش ما تربش الدنيا وهذا، كيفاش غنعملو كيفاش كذا، قالتلو والو، غنخليوها وكذا، وأمر واقع اللي ليها ليها، ونضربو الكاغيط أنا وياك، قال لها انتي عارفة أنا مزوجة وعاد زوج العيال باقيين صغار، قالتلو ماشي مشكلة، ماشي واحد ولا جوج عندو جوج نساء ولا هادي ولا دارت الهضرة باش يمشي هو باش تعرف النية والمعقول، مشى عند المرا ديالو قال لا، قال لها اللي فيها اللي فيها اللي فيها اللي فيها اللي كاينة اللي كاينة اللي كاينة اللي كاينة. المرا ديالو بحال ما استقبلتش ديك السيادة، انت كدا هادي بان لها بحال خائن بحال كدا، مرمدت المنظر بحال ما باغياش شي وكدا، وهادي هي الاولى، ثانيا اخرى مشات عند العائلة ديالها عاود، هدرت مع يماها اللي كاينة اللي كاينة اللي كاينة اللي كاينة اللي كاينة اللي كاينة، ناضت الصحراء، ناضت الصحراء وناضت الحيحة، مني عرفو الراجل عندو المطعم، المرا قالت تا باباها، باباها كتعرف عا شو مور النهار يخدم ونهار ما يخدمش، عارفين الولد عاد جا من الخارج، الراجل عاد جا من الخارج، قالوا هذا خانز كاغط، عادي نعملوا معاه شي حاجه اللي ماشي هي هادي، ناضو كيقيدوا بها، إذا اغتصب لهم البنت خدامه معاه، اغتصب البنت وحملها وكذا 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 وهادي، والبنت باقا صغيره وباقا قاصر عندها 17 سنه ما نعرفش شنو، واخا، ناضو مشاو قيدوا به، إذا نعملوا صناعه وكذا وكذا وهادي، وهي خدامه معاه في المطعم، المخزن عمل الإجراءات ديالو. هذاك مسكين ما كان عارف والو، جاو موراه الدواء، جاو موراه الدواء طلعون عندنا للحبس، كيعاود القصة ديالو هادي اللي عاود لكم، هو كيعاود لنا داخل السجن، بإذا السيد ما اغتصب ما تعدى ما والو، هي كتبغيه وهو بقات عليه حتى بغاها، عندها 17 ولا 18 عام، ما عندوش مشكل، عمل المحاميين ديالو، عمل الإجراءات ديالو، عمل الواجبات، هنا المحكمة بدات كتلعب، شكون اللي داعيه؟ العائلة د العائلة. مراتو كيعيطوا لها وكذا وهادي، مراتو كتسامح، عندها جوج عيال معاه، وعارفه راجل معقول وكذا، سامحت بالحق، هذاك الأم وهاديك الأب كيطالبوا خصو مع الفلوس، يتعدلوا على بنتهم وعمل وصناع وكذا وهادي وهادي وهادي، هو حاجة واحدة في المحكمة حين وقفوه، قال لهم بغيت نسمع حاجة واحدة، هي البنت وقف معايا أنا في المحكمة ودعاود هذا الكلام اللي كيقولوا في الملف العائلة ديالها.
القاضي طلب البنت، طلب البنت تحكي بيدها قدامه في الوجه والعالم كامل كيسمع والمحكمة كتسمع. هو مني جات البنت كتعرف، مني جات البنت بدات كتحكي له من النهار اللي دخلت عليه عندك المطعم، دبر الخدمة وكانوا ناس ما عندهم شيء والعائلة مزيرة، وهاد السيد عمل فيا الخير وخدمني وعمل معايا شي حاجة ما تصورش، وكيخلصني في الأمور ديالي وكيزيدني عليها باش نتعاون مع عائلتي، وأنا أنا اللي بغيتو ماشي هو ولا كدا، أنا اللي غويتو وأنا اللي بغيتو، ما عمل لي شي حاجة بالدراع ولا بالسيف ولا كدا ولا هاد. المشكل اللي وقع بيني وبينه كلشي بالخاطر، أنا بغيت وما خلى ما عمل لي، عمل لي بيرمي، عمل لي هادي، عمل لي هادي، وكري لي دارو، عامل معايا داكشي بحال الجوجة ديالو، أنا اللي بغيت. أما هو هاد المشكل هذا الأم والأب ديالي دعاوه، أنا ما دعيتو، ما عنديش الغرض كدا وكنسمح له، ما عنديش معاه شي مشكل. أنا غادي أنا المشكل اللي وقع لي معاه على الحمل، أنا كنسمح له، ما عندي معاه حتى حاجة، نضرب على الكاغيطان هو الراجل ديالي، تشوفوا معانا يضربوا على الكاغيطان هو، ما عندي الغرض لا في حبس ولا في هادي لا كدا لا والو. جمعت وطوات كلشي باش نعرفوا أخوتي الحقيقة كيفاش عندها. المحكمة عدلت له بإذن يضرب بها الكاغيط وتجوج بها، معضرن معانا حنا شي 6 شهور ولا عام تقريبا، هيدا طلقوها في واحد الليله ضرب بها الكاغيط، ولاو عنده جد نسا، ولات الحياه حلوه. شكون اللي بقى في العيب؟ هذاك اللي مات في مره، الخير ديما كيبقى خير، وهي كنطرت الخير اللي عمل معاها هذه كيتسمى بنت الخير. ما نساتش كنت شي واحده اخرى تقدر تقلب عليه، ما تقلبت عليه ما والو، وبقات معاها تاخر مع الزوجه ديالو، هو معنا في الحبس جوجها المخزن جوجو. وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه، هنا السيد دا الدرية دا العائلة، عنده مرة الأولى ومرة الثانية، ومسك عليهم الله، هما خدامين في مطعم مع بعضهم وباخر وعلى خير. وخوتي المغاربة تبتوا في لوكا ودوز عيد، راك مقيد كما كيقول المجمع، فهمتي؟ هذه حياة روباغاندا فيها التناول كيوقع هيدا. كنوصيو الشباب يتهلاو في بعضهم ويتهلاو في والديهم، وباقي ما يتعاود. سمحوا لنا بزاف خوتي المغاربة، ها عاش الملك. وليلة يا الله محمد رسول الله.